مرحبا، معكم الدكتور رامي الأتات، استشاري دماغ وأعصاب بمستشفى المواساة الجديد. 29 أكتوبر هو اليوم العالمي للتوعية عن مرض الجلطات الدماغية، وبهالفيديو مبدئيا نحن بدنا نحكي عن بعض المفاهيم الخاطئة عن الجلطة الدماغية على أمل تخفيف عدد الإصابات والعمل على الوقاية من الإصابة. المفهوم الأول والسؤال الأول دائما نحن بدنا منحب نجاوب عليه، الجلطة الدماغية هل يا ترى هي بصيب فقط الكبار في السن والمتقدمين في السن؟ المفهوم هو خطأ، لأنه ممكن تصيب أي عمر، لكن حتى الأطفال وصغار السن. طبعا نحن نشوفها عند الأكبر سنا، يعني فوق العمر 55 سنة وما فوق، ولكن ممكن نشوفها كمان بالأعمار الأصغر. وآخر سنوات بالسنوات العشر الماضية في عدة دراسات بيّنت أن الإصابة زادت ما يقارب 25% عند الأشخاص الأعمارهم أقل من 65 سنة. المفهوم الثاني بتتعلق بالجلطات الدماغية. التعافي من الجلطة الدماغية هل هو يحدث خلال الأشهر الأولى من الإصابة فقط أو لا؟ طبعا هذا مفهوم خطأ، لأنه الأشهر الأولى هو العلاج، والهدف العلاج هو معالجة الأعراض الأكثر خطرا، ولكن الدماغ قادر انه يعمل اعادة لترميم نفسه مع الوقت واستعادة النشاط عن طريق متابعة انواع العلاج المختلفة والتغيير بنمط الحياة. وهذه المرحلة ممكن تكون لمدى حياة طويلة. لهالسبب هذا رحلة التعافي من الجلطة الدماغية هي اكثر من مجرد شهر او شهرين، يعني بده متابعة مع الطبيب بشكل مستمر. نحن العلاج الاول اللي بنعطيه مبدئيا هو فقط كرمال ما يصير في إعادة وتكرار الجلطات الدماغية. المفهوم الثالث، هل النساء غير معرضين للإصابة بالجلطات الدماغية أو أقل من الرجال؟ هو مفهوم غلط خطأ، لأنه النساء ممكن يتعرضوا أكثر من الرجال بالجلطات الدماغية، وخصوصا بالأعمار الفوق 50 سنة. الأسبرين هو طريقة فعالة للوقاية من الإصابات بالجلطة الدماغية. طبعا هون الجواب انه الاسبرين نحن بنستعمله للوقاية وللعلاج ما بعد الجلطات، يعني كرمال تخفيف الجلطات عند الاشخاص ممكن ينصابوا. انما كمان وقت بدنا نحن نستعمل الاسبرين بدنا نكون حذرين، لانه ممكن بعض الامراض الجلطات ممكن تكون بتسبب نزيف. يعني اذا استعمل المريض الاسبرين بوقت الجلطة، إذا كانت كبيرة الجلطة على سبيل المثال أو جلطة نزيفية، ممكن تزيد وتؤدي إلى مشاكل ومخاطر أخرى.